الاطفال دي احنا جايبينهم من قريه في شبين الكوم. دول طبعا ما بيشوفوش يوم يزور غير اليوم ده مره واحده في السنه، يعني ممكن يكون تقريبا بيجيلهم في زيارات كتير قوي. فهي رساله بتحاول تتقبلهم في زيارات عامه، يا اما يعني احنا عندنا نشاط اسمه زيارات ده بيروح لهم وكل حاجه، لكن هي حاجه ثانيه اسمها نشاط الدعايه. نشاط الدعايه ده مسؤول عن يوم اليتيم بس، احنا قررنا ان احنا نجيب جمعيه ثانيه. فشوفنا اكتر جمعيه محتاجه ان احنا نجيبها، لقينا في جمعيه في شبين الكوم، رحنا جبناها وحطينا بقى الاطفال كلهم مع بعض.